3. كيف وصل قطاع الفضاء الهندي إلى 60 مليار دولار؟ الهند بدأت المشروع بتاعها الخاص بالفضاء مع مصر في الستينات. وقتها الهند ما كانش عندها أي فكرة عن موضوع الفضاء، بتقرأ عنه في الجرايد زي كل الناس اللي في العالم. لما كان عندهم عالم عظيم وكان عنده رؤية عظيمة، هذا العالم الهندي اللي هو الدكتور فيكرام سارابهاي. الدكتور سارابهاي جاب كل العلماء التقال والخبراء المتمكنين والمهندسين المتمكنين، أساتذة علم الرياضيات المتمكنين من كل أرجاء الهند، ما الهند دي يعني شبه قارة، بلد كبيرة جدا. جاب من كل الولايات وكل الأماكن كل الإليت اللي موجودين في الهند علشان يبدأ يشتغل هذا المشروع. وهذا البروفيسور هو الأب المؤسس لبرنامج الفضاء الهندي. شوية في السبعينات 75 تقريبا طلعوا قمر صناعي بالاعتماد على صواريخ الاتحاد السوفيتي. مفيش كام سنة، سنة 80، أول قمر صناعي صنع في الهند. بعد شوية انطلقوا أكتر وأكتر. دلوقتي الهند 2024 في تقدير إنه حسب وزارة قطاع الفضاء الهندية إنه في آخر 10 سنين 60 مليار دولار دخل الهند من قطاع الفضاء. وبقى في شركات ناشئة في مجال الفضاء في الهند. والهند رابع بلد في التاريخ تصل إلى القمر بعد الاتحاد السوفيتي، أمريكا، الصين، بل إنها أول دولة في التاريخ تصل إلى جنوب القمر. إحنا خلاص القمر دلوقتي شمال القمر، جنوب القمر، شرق القمر، غرب القمر، خلاص في جغرافيا سياسية للقمر أو جغرافيا عامة للقمر، مش جغرافيا سياسية، جغرافيا طبيعية للقمر. الهند وسط القمر وأيضا إلى المريخ. وللمفارقة فإنه في 2023 روسيا بعتت رحلة للقمر بعد فترة طويلة من السبعينات ما بعتتش، والهند بعتت رحلة للقمر. ورحلة روسيا فشلت ورحلة الهند نجحت. شو بقينا فين؟ يعني هم بدأوا طبعا، لا تزال روسيا أقوى من الهند في مجال الفضاء، بس المفارقة إن هم بدأوا بالاعتماد تماما على السوفيت، ثم جزئيا، ثم بعد كده فيش اعتماد على السوفيت، ثم إنهم نجحوا في الآخر يوصلوا مركبة إلى القمر فيما لم تنجح روسيا في نفس التوقيت 2023. قطاع الفضاء مش بس الدخل اللي بيدره إن 60 مليار دولار في آخر 10 سنين أضيفوا للناتج القومي الإجمالي في الهند، إنما كمان قطاع قائد. لو أنت متمكن في الفضاء معناها متمكن في الفيزياء، في الكيمياء، في الأحياء، في الرياضيات، متمكن في الهندسة، حاجات كتيرة جدا. فده قطاع التفوق فيه هو دالة على التفوق في مجالات أخرى كتيرة جدا. عشان كده صعود الهند في الفضاء كان صعود كمان في الاقتصاد، بقت رقم 5 في العالم. اقتصاد الهند أكبر من اقتصاد بريطانيا، أكبر من اقتصاد فرنسا، أمريكا 1، الصين 2، اليابان 3، ألمانيا 4، الهند 5. فاقتصاد من أكبر 5 في العالم. القطاع الفضائي من أكبر 8 من حيث التمويل. الوصول للقمر رقم 4 في العالم بعد السوفييت والأمريكان والصينيين. رقم قد إيه؟ 60 مليار في 10 سنين. شركات ناشئة في مجال الفضاء. التقدم العلمي اللي حصل ده بالتراكم من الستينات والصعود، غير دول أخرى بدأت معهم لكن بعد كده انتكس التجربة أو تقطعت أو بعدت وترجع تاني تعمل من جديد. إنما الميزة في النموذج الهندي هو أنه لم ينقطع، وإنما تواصل منذ ذلك، بنى خطوة على خطوة على خطوة حتى أصبحت الهند وقت من عمالقة العالم في قطاع الفضاء. لكن من الممكن دائما إنك تتقدم كما تقدمت الهند، وأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا. وفي نماذج عندنا لدول تعثرت ورجعت تاني في مجال العلم تصل من جديد. إنما
اللي حصل يمكن في تجارب لينا قبل كده السخرية، إن قمر صناعي بالنسبة لنا حصل إن انقطع الاتصال فيقول لك إن قمر صناعي تاه، إنه حصل تعثر في حاجة نبدأ التريقة والسخرية والنكت والكوميكس اللي موجود على وسائل التواصل. لا، القوة النفسية مهمة، الإيمان بالذات مهمة، الإيمان بقدرتنا مهمة، لقد فعلها الآخرون ونحن نستطيع. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.